للتكنولوجيا كلمتها وللإنترنت سطوتها. هو عالم موازن يحاصر أبناءنا وفضاء أزرق يشكل شخصياتهم. نقمته ونعمته رهن للوالدين والغفلة عنه جناية. ضحيته وعي صغارنا وتوجيهه أمانة لمستقبلهم. فأطفالنا أكبادنا تمشي على الأرض، وعلى الأهل واجب الرعاية أمام الشاشات والحواسيب. تلك نوافذ رقمية مترامية لها منافعها ومضارها على أولادنا، والقرار قرارنا وتداعياته اختيارنا. الأطفال بين الأجهزة الذكية والرقابة الأسرية، أتناوله معكم أنا آمنة العمدوني من بيتنا، فأهلا بكم. أطفالنا إناء ينضح بما فيها، فإدراكهم ورقة بيضاء، وعقولهم جبارة قابلة للتطويع. وأمام شبكة رقمية مترامية الأطراف، فإن الإنهاك المعلوماتي يتهدد أفكارهم الصغيرة، واضطراب الهوية الثقافية قد يطال شخصياتهم الهشة، ناهيك عن الانفصال عن الواقع والاصطدام بمواد أكبر من وعيهم في غياب الرقابة والترشيد. البقاء في المنزل لفترات طويلة وإغلاق المدارس جعل أغلب الأطفال يتلقون تعليمهم عبر الإنترنت، ومع عدم وجود خيارات للاختلاط والترفيه وانشغال الآباء في عملهم، أصبح من المتاح أكثر لدى الأبناء قضاء ساعات أطول أمام الشاشات، ما يعرضهم لأضرار تصل إلى درجة التأثير على سلوكهم ونفسياتهم. فما هي المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الطفل بسبب استخدامه المفرط للإنترنت دون رقابة؟ وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على سلامته النفسية والعقلية وحتى الاجتماعية؟ وأسئلة عديدة أخرى نبحث لها عن إجابات مع ضيفتي الكريمتين، دينا عبد المجيد صاحبة موقع توعوي للأمهات من الأردن، وشارلوت خليل معالجة نفسية من بيروت. أهلا بكما، وأبدأ معك أستاذة دينا. أصبح إدمان الأطفال على الشاشات والأجهزة الذكية موضوع يشغل كثير من الأولياء، خاصة مع إغلاق المدارس والعطلة المدرسية، لما له من تأثير سلبي طبعا على كثير من النواحي. فماذا عن تجربتك مع أطفالك؟ مرحبا آمنة، أول شيء شكرا كثير لاستضافتي. هذا الموضوع كثير كثير مهم، لأنه زي ما حكيتي إثناء الحجر وقديش قعدوا الأولاد في البيت، هذا أثر كثير على زيادة جلوسهم قدام الشاشات واستخدامهم للإنترنت. يعني كان هذا تحدي كتير كبير كمان للأهالي، إنهم يكون في سيطرة على الأطفال من هاي الموضوع، فالتأثيرات بتكون كتير كبيرة على الأولاد. أنا بالنسبة لي كتجربة شخصية، أنا في عندي ولدين عمرهم 8 و6. هلأ أول إشي أنا بحس من أهم الخطوات الواحد يعملها
اللي هو خلق روتين يومي للأطفال، ما يحسوا إنه كل يوم يوم مفتوح وما بيعرفوا إيش رح يعملوا، وخلص وقتها يلاقوا الحل الأمثل هو إنه يروحوا للشاشات. بده الواحد يشوف إنه في أشياء، خطوات ونشاطات ممكن الواحد يعملها بخلال اليوم. فممكن حتى الواحد يحط لوح في البيت يقدر يحط فيه ايش النشاطات اللي بيعملها كل يوم، ايش ممكن الواحد يفكر يعمل، كيف ممكن تساعديهم يفكروا طريقة غير. مثلا في كتير كتير افكار، ممكن مثلا تعملوا وقت للطبخ مع بعض، ممكن تلعبوا مع بعض العاب عائلية جماعية، ممكن كمان انت تجيبي لهم طرق زي كيف احنا لما كنا صغار كنا نلعب بطرق ما بتتضمن الشاشات، وممكن تعلميهم هاي الطرق اللي كنت تعمليها في كتير. وممكن كمان تدخلي لهم عالم القراءة بطريقة كتير ممتعة. فكل هدول الأشياء بيساعدوا كتير إن الواحد يقلل الشاشات. نعم، أستاذة شارلوت، كيف يمكن للأجهزة الذكية أن تكون خطيرة على أبنائنا؟ ذكرت بالمقدمة آمنة أنه في عندها خطورة نفسية واجتماعية، وأنا رح أضيف عليها جسدية، لأنه الولد نحن بنعرف لينمى ويتطور لازم يكون عنده القدرة على أنه يستعمل جسده، أنه يكتشف، أنه يتحرك، أنه يركض. وكلنا بنعرف قد ايه الحركه مهمه بالتطور العقلي والجسدي عند الولد. فتقضيه الوقت هالطويل كتير قدام الشاشات اكيد بتحد من هالشغله. بدي زيد عليها انه الدراسات اثبتت الاشعاعات او البلو لايت اللي بيطلع من الشاشه بياثر على هرمونات معينه بالجسم وبيؤدي كمان للارق. بدي اضيف على هدول كلهم، يعني يمكن عم نعدد كل الاخطار مع بعضها بس هي متشعبه وكل وحده بتجي من مطرح. عندنا كمان بالاضافه انه ما عندنا سيطره على الشاشات وعلى نوعيه الاشياء اللي اولادنا ممكن يوصلوا لها من خلال الشاشه، او الاشخاص اللي ممكن يتواصلوا معهم خلال الشاشه من خلال الشاشه، وهيدا شيء كثير خطر. فنحن عاده اذا بنحط اولادنا بالبيت بنسكر البيت بنعرف انه هن بامان، بس مع وصول التكنولوجيا لهالتطور هالقد صار في خطر عليهم حتى بغرفتهم. نعم سيدة دينا، يشتكي العديد من الأولياء من فقدان السيطرة على أبنائهم الذين أصبح لهم اهتمام أكبر بألعاب الشاشات الذكية مقارنة بالألعاب الحركية. أنت كأم كيف ترين ذلك؟ هلا انا بوافق على هذا الموضوع، انا لاحظته كثير بخلال الفتره الماضيه، لانه قبل كانوا يعني كان في شاغلين وقتهم بكثير امور، المدرسه من ناحيه، النشاطات اللي مشتركين فيها، يروحوا يشوفوا كمان اصحابهم، بعدين مره واحده كل هدول النشاطات وقفوا، صار في صدمه للاطفال وكمان صدمه للاهل انه مش عارفين كيف يعبوا وقتهم. هلا في كثير اشياء احنا كمان يعني بدنا نستعمل التكنولوجيا بطريقة كمان مفيدة. يعني ممكن مثلا أنا من الأشياء اللي عملتهم مع أولادي إنه خليتهم يشتركوا ببرامج إنهم يتعلموا مثلا برمجة، إنهم يتعلموا كمان أشياء جديدة من خلال الإنترنت زي معلومات علمية حلوة، كل هالأشياء. هلأ بقدر أنا أقدر يعني أنا أعكس هذا الإشي بحياتهم اليومية. فالتكنولوجيا مش ضروري تكون دائما سيئة، ممكن الواحد يستعملها بطريقة منيحة، بس لازم يكون في حدود. يعني إذا الأم والأب حطوا لهم حدود معينة، وعلى فكرة الأطفال بحبوا يكون في قوانين إذا كانت معقولة، بحبوا القوانين لأنه بقدروا وقتها يحكوا آه والله ماما حطت لي ساعة بالنهار وأنا هلأ بقدر أعمل أشياء تانية. هذا بخليهم بعطيهم شعور أنه مسموح بطريقة معينة بس أنا بقدر أعمل نشاطاتي التانية. وطبعا بدها الأم شوية تخلق لهم جو حلو أنه يقدروا يعملوا هاي النشاطات التانية. نعم أستاذة شارلوت، ما هي الطريقة المثلى وفق تقديرك التي يجب أن يتبعها الأولياء لإقناع أطفالهم بمخاطر هذه الأجهزة وتنظيم أوقاتهم كما كانت تتحدث الأستاذة دينا؟ بدنا ننطلق من فكرة كتير أساسية، هي أنه نحن المثل لأولادنا، الأهل هن المثل. يعني أنا قبل ما أحط وقت لولدي أنه هو قد ايه بده يستعمل الشاشات بده يشوفني أنا، إذا أنا قادر أنفصل كمان بدي يكون المثل قدامه، بدي يكون مش كل الوقت مشغولة أنا على التليفون، لأنه كمان هيدي المشكلة اليوم عم نطرحها عند الأطفال بس موجودة عند الكبار والولاد بيقلدوهم. يعني أنا قد ما فسر عن أخطار الإنترنت وحط حدود، إذا أنا ما عم فرجي ولدي هالشي كتير صعب هو يمتثل فيها أو يلتزم فيها. هيدي بالدرجة الأولى كمثل. تاني شيء مثل ما ذكرت السيدة دينا، يكون عنا برنامج واضح نحطه مع الولاد،
الولاد اللي بتعرف الساعة، بتعرف معيار الوقت، نكون عم نقول لها راقب الساعة وقتها تكون مثلا من الستة للسبعة عندك هالساعة على الإنترنت، رح يلتزموا رح يعرفوا، المهم يكون في وضوح. نعم، دعينا نسمع من أستاذة دينا، لو تحدثينا عن تجربتك في مراقبة أطفالك أثناء تصفحهم لمواقع الإنترنت. هلا هذا شيء كثير مهم، يعني موضوع مهم ولازم يعني نقدر نعمل تحكم من اكثر من ناحيه. هلا مثلا اذا بيفتحوا كمبيوتر معين بده يكون انت عندك مراقبه على التاريخ تبع ايش بدخلوا، هذا طبعا حسب العمر، اذا كانوا مراهقين لازم تتاكدي انه هذا الكمبيوتر يكون انت فاهمه عندك الباسورد تبعته، قادره انك تدخلي عليه تشوفي ايش هو دخل بخلال اليوم. هذا بيقدر يعطيكي يعني تصور انه ايش عم بيدخل، فبقدر يساعدك انه شو تحطي له قوانين او انك تعرفي انه هو ما دخل على شيء سيء. هلا بالنسبه للي اصغر في كمان طرق نقدر ندخلهم بس على المواقع المخصصه للاطفال، ما يدخلوا على مواقع ثانيه لانه يعني الانترنت جد انه عالم مخيف، يعني ممكن يطلعوا على شيء للاطفال مرات يطلع لهم شيء للكبار وشيء مش مناسب لهم ابدا. فإذا الواحد في طرق معينة يقدر يدخلها بالسيتنجز يقدر يظبطها بكون كتير كتير أحسن. هلأ غير عن هيك ما تخليهم يطلعوا على الشاشات وهم مسكرين الباب، خلي عندك عين دائما إيش عم بتطلعوا، حتى مش ضروري تعمليها زي كأنك أنت مراقبة، حاولي تعمليها بطريقة طبيعية إنه أنت مهتمة بإيش بدهم إيش بتطلعوا، إنه أنت جعبالك تطلعي على اللي هم بيلعبوا فيه، بلكي إذا كانت جيم لعبة إنه أنت تلعبي معه بهاي اللعبة، هذا بيخليه يحس انه انت مهتمه بايش هو بتطلع بطريقه غير مباشره، يعني مش انه انت اللي عم بتراقبي وانت مش عاجبك، لا اطلعي باهتمام، حاولي تدخلي عالمه اكثر، هذا بيساعد كثير انه هو ما يخبي عنك وانه يحس انه انت صديقه له. نعم، أستاذة شارلوت، ما هو تأثير المحتوى الذي يشاهده الأطفال على الإنترنت على أفكارهم وسلوكهم من منظور نفسي؟ الطفل بالمطلق بيتعلم من شو بيشوف، من شو بيسمع، من شو كمان بيختبر، فكل شيء اليوم عم بيشوفه الطفل هالصور عم تنطبع بدماغه، وكلنا بنعرف يعني اكثر شيء بنشوفها بالعاب العنف قد ايه اثرت وقد ايه صرنا عم نشوف تداعياتها بالمجتمع بعلاقات الاطفال بين بعض، فاليوم المحتوى هو الاساسي، يعني الطفل اللي بيحضر كثير اشياء او بيلعب العاب فيها عنف على الاكيد هيدا الشيء رح ياثر على نفسيته وعلى تصرفاته، رح يختبر ويكتسب من هالالعاب اسلوب بالحياه واسلوب بالتعاطي مع المحيط، وهون خطورتها، فالمحتوى هو الاساس بالمراقبه. بدي اضيف على المحتوى اللي ذكرتيه، اليوم الاشخاص اللي عم نتواصل معهم على الانترنت كلنا بنعرف قد ايه صار في تنمر على الانترنت، كلنا بنعرف انه صار في تحرش على الانترنت وابتزاز على الانترنت، فاليوم المراهقين اللي عم يتعرضوا له لازم على طول مثل ما ذكرت سيدة دينا، اذا نحن بنقدر نتابع مش لانتهاك الخصوصيه، بدي اوضحها يعني المراهقين اللي ممكن يسمعونا اليوم الهدف مش انتهاك الخصوصيه ابدا، واكيد الاهل رح يكونوا عارفين حدودهم بلوين يلحقوا المعلومات عند أهلهم، بس يطمنوا عليهم ليعرفوا أنه بيهن بمحل آمن. نعم، هل يمكن اليوم أن نتحدث عن أمراض تكنولوجيا تهدد صغارنا مثلا؟ طبعاً طبعاً آمنة، ذكرنا بأول الحلقة أنه في نوع من الإدمان ممكن توصل أولادنا التعلق بالتكنولوجيا ليصيروا انعزاليين، ليضلوا موجودين بالبيت، ليصير عندهم ردات فعل عصبية، ليصيروا عندهم كمان مشاكل اجتماعية مع أصدقائهم وحتى مع أهلهم، والأخطر من هيدا كله ممكن توصلهم التكنولوجيا لتأخر بكل مجالات الحياة، يعني من التأخر الحركي لتأخر النطق لتأخر حتى بالقدرة على التركيز والمتابعة والتفكير، فعلى الأكيد عندها مخاطر كتير، ذكرنا أنه ما فينا نمنعها، نحن بعصر التكنولوجيا مسيطرة على كل شيء، وإلا أولادنا بصيروا بتأخر بالنسبة لأقرانهم أو للي بأعمارهم، بس أهم شيء نكون عم نسيطر عليها ونحد منها تنقدر ناخد منها المفيد ونخفف قد ما فينا من المضار، لأنه أكيد فيها أشياء استفدنا منها كتير وخاصة بهذه الفترة مؤخرا يعني. نعم، شكرا جزيلا لكما دينا عبد المجيد صاحبة موقع توعوي للأمهات كنت معنا من الأردن، وشارلوت خليل معالجة نفسية كنت معنا من بيروت. إذن حلقتنا متواصلة، ابقوا معنا.
وعي الأهل يحمي أبنائهم، فالإنترنت سلاح ذو حدين، وتلافي عواقبها يقتضي رقابة ذكية، واستعمالها المشروط يجعل منها أفقاً آمناً. فالتكنولوجيا نقلة فارقة في أعمار صغارنا، والتوجيه الدقيق يجنبهم منعرجات خطرة. أما تقنين العلاقة مع الشبكة الرقمية فيقيهم أمراضها وأعراضها، ودرهم وقاية خير من قنطار علاج. يتجه الكثير من الأطفال إلى العالم الافتراضي في هذه الفترة والأجهزة الذكية، ومنهم من أصبحت حياته تتمحور بشكل متزايد على الإنترنت والفضاء الأزرق لساعات طويلة خلال العزل والعطلة المدرسية، لكن ليس لدى جميعهم المعرفة والمهارات اللازمة للحفاظ على سلامتهم. فكيف يمكن إبقاء الطفل بمأمن على المخاطر الموجودة على الإنترنت والحفاظ على سلامته؟ وأين يكمن دور الأسرة في مراقبة وتوعية الأبناء من هذه المخاطر؟ هذا ما سنعرفه مع ضيفتي الكريمتين هناء الرملي، خبيرة استشارية في الانترنت المجتمعي من الأردن، وخلود الحلبي، خبيرة تربوية من إسطنبول. أهلا بكما، وأبدأ معك يا أستاذة خلود. اليوم لا مفر من وجود الأجهزة الذكية في أغلب البيوت، مما يجعلها في متناول الأبناء وتجعلنا نسمع عن الكثير من المشاكل. فكيف يجب أن نتعامل مع الأطفال في هذا الظرف؟ أنا أنصح تماماً أن إحنا نتقبل الآن وجود هذه الأجهزة بين أيدي أبنائنا يعني كواقع مفروض علينا شئنا أم أبينا، لكن نتكيف مع هذا الواقع ونستفيد منه ونستثمره تماماً لصالحنا وللأشياء التي نريد، لأن لن نستطيع ولن نتمكن من استخدامها أو تنسيقها من وجود حياتنا وحياة أبنائنا بكل الأصعدة. يعني هذا الأمر لازم نعيه حتى لا ندخل بدوامة التحدي مع أبنائنا بوجود هيك هذه الأجهزة أو عدم وجودها في حياتهم. نعم أستاذة هناء، الفضاء الإلكتروني يمكن أن يجعل الأطفال عرضة للاستغلال الجنسي والاستمالة وحتى التنمر والتعرض لمحتوى عنيف محتمل، كيف ذلك؟ وجود الأجهزة الإلكترونية والإنترنت بين أيادي الأطفال، خاصة إثر جائحة كورونا واضطرارهم للبقاء في البيت وعدم توفير وسائل للترفيه خارج البيت، إضافة إلى تلقي تعليمهم عن بعد من المنزل من خلال هاي الأجهزة، فأتاح لهم بنسبة كبيرة أجهزة. وبتقرير من منظمة الأمم المتحدة أنه 1.5 مليار طفل على مستوى العالم يستخدمون الإنترنت، والنسبة الغالبة منها لأول مرة دون علم بأي مخاطر، ما هي المخاطر، أو دون وعي بحماية أنفسهم من هذه المخاطر هم والأهالي. أكثر المخاطر اللي بيتهدد أطفالنا عبر الإنترنت هو التنمر الإلكتروني، التحرش والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، عملية غسيل الأدمغة والاستغلال والتسلط والتوجيه
بزرع مفاهيم وقيم وعادات، ويعني الحض على الكراهية والحقد والعنصرية، وأيضا لزرع مفاهيم غير أخلاقية لا تتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا وعقيدتنا. نعم أستاذة خلود، الكثير من الأبناء أصبحوا مدمنين على السوشيال ميديا وعلى الإنترنت كما كانت تتحدث الأستاذة هناء، كيف يمكن أن نحافظ عليهم وعلى سلامتهم من ذلك؟ حقيقة قضية المتابعة والمراقبة مع الأبناء هذه واجب الأهالي. قضية إني أنا أقسم لابني مهامه اليومية اللي يقضيها عادة في أيام، سواء أيام الحجر أثناء فترة الكورونا أو إن شاء الله تعالى عند مزاولة الحياة الطبيعية للعودة للمدارس، هذا الأمر يلزمه إشراف من الأهالي. لكن أهم نقطة نحن يعني نريد أن نؤكد عليها، إنه ندمج هذه الأجهزة من ضمن حياتنا اليومية، طبعا من سن محدد لا نطلق لجميع الأعمار، من سن معين أنا أبدأ بإرفاق هذه الأجهزة بحياته اليومية لابني من خلال مراقبته، وضع برنامج صارم وواضح للأبناء، تطبيق هذا البرنامج بشكل جاد وفعلي وحازم، استعمال هذه الأجهزة من خلال سواء أنشطة للتعليم أو لغير التعليم، هذا الأمر يلزمه مراقبة بشكل حرفي من الأم أو من الأب المشرفين المباشرين على الأبناء، وخاصة كما ذكرت الأخت هناء عندما دخلت الآن وسائل التعليم تعليم عن بعد، فلذلك أصبحت وجود هذه الأجهزة يعني جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية. نعم أستاذة هناء، وفقا لما كانت تتحدث عنها أستاذة خلود، هل يمكن أن يكون تحديد مواقع التصفح حلا مجديا مثلا؟ أنا بالنسبة لإلي كمتخصصة بالتوعية من مخاطر الإنترنت للأسرة والأطفال، أكثر شيء بخوف الأهل منه هم الغرباء أكثر من تصفح المواقع. الغرباء اللي بيستهدفوا أطفالنا مثل ما حكيت للاستغلال الجنسي، وهي الظاهرة أخطر ظاهرة خاصة في هذا الوقت الراهن، كتير عم يستهدفوا الأطفال من كل العالم لكي يحصلوا على مواد خاصة يعني لا أخلاقية إباحية خاصة بالأطفال، سواء صورهم فيديوهات لإلهم، ويقوموا بتهديدهم وابتزازهم للحصول على المزيد، وأيضا على تشغيلهم عن بعد، أو أيضا يعني لما تفتح السفر والرحلات، يعني ما يسمى للأسف الدعارة، دعارة أونلاين أو الدعارة بالواقع ومع الأطفال تحديدا. وهذا الموضوع طبعا كلنا بنعرف إنه هو محرم دوليا، وقوانين الدول كلها صارمة ومتشددة والعقوبات كتير. نعم أستاذة هناء، حضرتك اختصاصية وخبيرة، ما هي التوصيات اللازمة لمعالجة هذا الإشكال وفق تقديرك؟ بالإضافة إلى ما كانت تتحدث عنه أستاذة خلود. تمام، من المهم توعية الأطفال بعدم الثقة بأي شخص بيتحدث معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إعطاء الأطفال جرعة كبيرة من الثقة والاعتزاز بالنفس حتى يكونوا قادرين على مواجهة المتنمرين والمستغلين. من المهم أيضا نجلس إحنا وياهم بكل تطبيق هم بيستخدموه، نطلع على إعدادات الخصوصية، مخاطر التطبيق. في تطبيقات مثلا إذا الطفل فاتح اللوكيشن، مفعل خاصية اللوكيشن، الغرباء ممكن يعرفوا مكانه، بيحددوا مكانه بالضبط فين على الكرة الأرضية، فبيقدروا اللي بده يستهدفه بيقدر يستهدفه. يعني أمور وتفاصيل كتير ممكن إحنا نقترحها على أولادنا. أنا دائما بنصح الأهالي بالمحاضرات، ورش تدريب، استخدام القصص، استخدام القصص من المواقع. أنا دائما ما أنشر قصص خاصة بالجرائم اللي بتستهدف الأطفال، طرح القصص هاي كموضوع نقاش، ونخلي أطفالنا يوجدوا الأسباب ليه صار مع الضحية، ليه وصلت الضحية لأنها تتورط بهاي المشكلة، خليهم هم يستنتجوا ونخليهم هم يستنبطوا الحلول.
نعم، شكرا جزيلا لكما هناء الرملي خبيرة استشارية في الانترنت المجتمعي، كنت معنا من الأردن، وخلود الحلبي خبيرة تربوية كنت معنا من إسطنبول. إذن تصبح بمنتهى الخطورة بقدر غفلتنا وبمنتهى الفائدة حسب متابعتنا، فلا تتركوا صغاركم في عهدة الغرباء، والإنترنت والأجهزة الذكية ليست استثناء، ومسؤولية الأهل التوعوية والرقابية حق للأطفال على ذويهم، فأضيئوا طريقهم وهم صغار لينيروا دروبكم وأنتم كبار. نشكر لكم حسن المتابعة ودمتم في أمان الله.